في رسالة من المكلف بيها عايز أبلغها. قول اتفضل. احنا بنطالبه أسد مصر، الراجل العظيم الفريق عبد الفتاح السيسي، انه يترشح لرئاسة الجمهورية، لأن احنا عارفين ان محدش هيقوم بمصر إلا سيادة الفريق عبد الفتاح السيسي، لأن هو اللي يقدر يجيب الأشغال العسكرية على 18 شركة بتوع وزارة الزراعة اللي معداتهم صدت وما بيشتغلوش، ويصلح في أرض مصر ويملك المصريين لأنه بينهج نهج عبد الناصر. أنا مبلغ بالرسالة دي. أنت بتتكلم باسم الفلاحين. باسم الفلاح، باسم 50 مليون فلاح. إحنا عايزين عبد الفتاح السيسي، الفريق عبد الفتاح السيسي يترشح للرئاسة. وكلنا هنبقوا وراه برقبتنا وبدمنا، لأن الراجل ده راجل محترم. أنا ما بقولش الكلام ده رياء، أنا بقوله لله. التاني على ذلك اللي أنا عايز أقوله وعايزك تساعدني فيه. اتفضل. الفلاحين غلابة ولقمتهم متغمسة بالدم. بالعرق. بالعرق وبالدم. إحنا عايزين ما حدش يجور على الفلاحين، ولا حد يتاجر باسم الفلاح. الفلاح محتاج إن الدولة توقف وراه.